حليم، بس قاعد تفرح بس تشوفه. بفرح؟ واحد بس بيفرحني، خليه يفوت. بفرح بابن بنتي. ابن بنتك؟ رجودي فوت تقبرني فوت. لموناضه، كنافه، بقلاوه، عجله. لا 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 لا، ما بدي شيء. كل شيء لك يا تقبرني. مش مصدق عيني انك عندي. اقعد جدي اقعد. جدو عيونه عندي حدا مغيرك من العيله انت وبيي؟ شو هاي كمان بدها ملحق سري؟ ليش عدائي يا تسلم لي؟ لا عدائي ولا شيء، عم بسأل سؤال من حقي اعرف جوابه. عندي حدا غيرك وغير بيي؟ خدع. رح ضل محبوسة؟ طبعا سميحة، اعترافك باللي عملتيه إداني إلك. خدع. شو استنتجت؟ لازم ننطر دليدا. بيك الوحيد يلي إله حق يخبرك. يعني فيه؟ يلا نروح عند بيك ومن هونيك ورايح هو بقرر. ما كنت حابب ابدا انك تشوفه بهالوضع اللي هو فيه. عم؟ من هو هالعم؟ واي وضع هو فيه؟ عمك اسمه رمزي ناصر. مين؟ رمزي ناصر ما غيره؟ نعم. وليه ما خبرتني من الاول؟ ليه ما قلت لي وقت جيت لعندك؟ يعني كارلا؟ ما معقول؟ عمك رمزي وكارلا بنت عمك. يعني نهلا عارفي رمزي ناصر عمي؟ بتحب تشوفه؟ تفضل. لا ليه لا؟ اسمع 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 نهلا كانت ضعت والله ضيعتوني. فضل ما تشوفه. لا وانا بفضل شوفه. لازم تاكل يا بابا، لازم تاكل. الحكيم قال لازم. لا لازم تعيش، انا بدي اياك تعيش. تمسح لك تمك انت بهالحالة وهي عايشة. الله ما قالها. فؤاد عمي شوقي، انت فؤاد هون؟ فوت فؤاد. هي لوين طاحش؟ لشو جايبه وجاي عمي شوقي؟ ما بدي اياه هون. هو اللي لازم يكون هون. كرمال شو؟ يشمت فينا؟ باللي عملته امه ببيي؟ بدي احكي مع بيك. لا. شو دخل امي بهالموضوع؟ قرب شوفه. ما تبكي قدام ابن المجرمه. لك يا عمي فهموني شو عم بيصير؟ ليه بيك هيك؟ شو دخل امي؟ هي حبيبي كيفك؟ هيدا اللي شايفه قدامك مش فؤاد راشد. ومين لك؟ نحلة راشد؟ لا عمو، هيدا ناصر ابو شهير ابني اللي ربته نحلة راشد. فوتي ريتا. هاي ريتا، كيفك؟ أمل سين طويل. منيحة. عماد وينك؟ منطرنك لهالوقت وانت غايب. عم بحضر الأمور. وريتا أول خطوة. شو يعني؟ يعني المكياج اللي انت عملتيه فيك تضحكي فيه على زلفة بالضيعة، فيك تمزحي معي فيه، فيك تضحكي شوي على أمك، بس على رام السنون مستحيل. ايه مشان هيك جيت أنا وجايبة معي هودي. شو هول؟ عدة الشغل. يلا قدامي. لوين؟ لك على الأوضة. يلا ما بدي تضيع وقت. أنا عندي كم تليفون بدي أعملهم. الو عماد سليمان معك، ضروري نلتقي اليوم. لا ما بصير، البيت مراقب.
معلش نلتي غير مطرح. سمي هلا كل هالسنين وانا عندي ابن عام هو انت. ما تكثر علي الاسئله كارلا، ما معي كل الاجوبه. بس عندي كم سؤال لك رمزي. عمي انا بجاوبك. الماما كان معها خبر انك هيو للبابا؟ كان معها خبر. امك اللي وصلت بيي لهالحاله فؤاد. كيف؟ ليش؟ حطمته، خربت له بيته، هو بيتنا اكيد. الماما بعد ما شافت البابا تحت اجرين المره اللي عم تتباهوا انها ربتك وخربت له بيته، خلته يتلاعب بمصريات البنك. محمله واقع صعبه، بلشت بتوتر عصبي وانتهت بانهيار عصبي. نهلة؟ نعم نهلة. انت كنت عارف؟ جاوب، كنت عارف؟ فؤاد في موضوع ما حدا بيعرفه الا انا وعمك ونهلة. اي موضوع؟ شو هو هالموضوع؟ انا الحق علي. اول مرة بسمع هيك شيء. بشو الحق عليك؟ شو عملت معها عاطل حتى تعمل فيك هيك؟ انا الحق علي. عجبتك دولي الجديدة؟ هيدا النوع من العوينات من اقتراحي، حسيته بغير أكتر. ريتا لازم تكوني ماكياج أفلام. يعني منيح؟ كتير منيح. يعني صار فينا نتحرك؟ طبعا. استاذ فؤاد معقول بعد كل هالغيبة؟ كيفك نوال؟ منيحة بس ما مصدق عيوني. شو بكون اليوم؟ ما بشوف حدا إلا ما بيقول لي ما مصدق عيونه. هيدا أنا. ستك هون؟ ستة؟ نهلة. ست نهلة هون؟ هون بس عندها اجتماع. بتخيل بس تعرف إني هون بتلغي الاجتماع. بس الاجتماع مع الملازم عادل فرحات. أوه ألذ. بليز استاذ فؤاد. هيك لكن سميحة قرت. بس المهم نعرف مين ورا سميحة وفيصل. فؤاد انت هون؟ طول عمرك محامي عند وجدي، هلا صرت الملازم؟ ضرورة الشغل. مقتل وجدي بطلت الضرورة. أنا كثير مبسوطة إنك هون ماما. إيه بس أنا مش مبسوط ماما. وجيت لأني مش مبسوط. ليش حبيبي؟ أنا بعتذر مدام نهلا. هي التأهيل بالأستاذ فؤاد يعني رجوعه من بعد غياب طويل، فبنحكي بعدين. بكون أحسن. كنت مفكرك أقل عدائية. بهالجو؟ مستحيل. شو عمل لك رمز ناصر حتى فلشتي؟ بأي قلب حطمتي؟ ما بيلطر سؤالك وصريخك ليفل الزلمة؟ ما بهمني الزلمة، بهمني أنت. معقول اللي عملتيه برمزي أبو شهيل؟ عرفت أنه عمك؟ أنت مجرمي. ما تحكم قبل ما تعرف. شو بدي أعرف؟ شو هو يا ست المال والقوة اللي عمله رمزي ناصير غير أنه انغرم فيكي؟ وأنت إلك تلتين الخاطر. فؤاد خلاص انتهى فؤاد اللي كان يسكت وقت ينقال اسمه بتشديد. صارتك علي لأنه عمك أو لأنه صار في هيك؟ اثنينهم. يا سلام، هلأ صارت عائلتك هنيك؟ هلأ صار شوقي ورمزي واحد بابا وواحد عمه؟ هلأ حنيت على لحمك؟ ولا انطر شوي أو على القليلة حن على القلب يلي حبك وربيك. أنا أمك. مش أم اللي بتعمل هيك بإنسان كل غلطته أنه حبه. قبل ما يحبني حبه السم الهيري. شو؟ شو بيه رمزي أبو شهيل؟ في شي سر تاني كمان؟ ما يطلع هو بيي بدل شوقي؟ رمزي أبو شهيل هو يلي اغتصبني من 28 سنة. الكلمة صعبة تنقال من أم لأبنا، بس هيدي هي الحقيقة. عمك المحترم رمزي أبو شهيل
اغتصبني وحطم احلى حب عشته بحياتي مع بيك شوقي. حب اسمى كلمه لاسمى علاقه بين اثنين. بيك شوقي ابو شهال، شيخ شوقي ابو شهال ابن الحسب والنسب، انغرمت فيه البنت الخادمه المعطره نهله الحطاب وهو انغرم فيها. انا بفطرتي وبراءتي مش معلمه زياده، وهو بعلمه وذكاه قدر يحول هالحب لعاطفه رقيقه حلوه. تعهدنا على الزواج وعشت حلم وردي حلو لحد ما وعي الوحش بخيو رمزي ابو شهال اغتصبني ضربني ضربه عمري وانا خيو اني انا اللي ما بسوى. وعشت عمري ناطرة اللحظة يلي رد له فيها الكف ورديته. ناطر بكافيتيريا شركين. ناطر مين؟ ناطرك إلك. كرمال شو؟ فينا نشرب فنجان قهوة سوا؟ بالكافيتيريا هون؟ لا، بمطرح تاني. كرمال شو؟ شو عامل لك رمزي ناصر حتى فلشتي؟ سبق وقلت لك بعتذر على سماعي القوي. لا، الهيئة أنا اللي لازم أعتذر على صوتي القوي. سؤالي فؤاد، على جملتك تعبير مجازي أو حرفي؟ ليه عم تسأل؟ ضروري أسأل. تعرف رمزي ناصر؟ بعرف أمك. فإذا جملتك حرفية يعني الموضوع خطر. من أي ناحية؟ من ناحية لما مرة بتفرش إنسان معناتها في كمية حقد عند هالإنسان كافية إنها تأذي المرة. إف؟ طبعا كوني المسؤول عن التحقيق بمحاولة قتل أمك فما بقدر غير ما أخذ كل شيء على محمل الجد، كل جملة، كل شيرتي وويرتي. فهمو المعروف فؤاد، قلي صحيح أمك فلجت رمزي ناصر وكيف؟ بسألها لا. عم بسألك إلك. لا، موضوع بيتعلق فيها هي بتجيني. بس أمك عاجل حقني. أمك نهلة راشد مش أمي. عرفت باللي صار، بس أنا معود علي أمك وأنت كمان. مش مهم، هيدا مش موضوعي، موضوعي رمزي ناصر. صحيح أمك فلجته؟ سيدنا الحمد لله على السلامة. هادي الله يسلمك. طمنيني، الهيئة المشبوهين الملقوطين ما إلهم يدي سيدنا. حققتي أنت معهم؟ مرقت كم سؤال مع النقيب عزمي بس كنت موجودة على كل التحقيق. أفرج عنهم؟ طلبت منه 24 ساعة بعد. ليش؟ بدي سميحة تشوفهم، بركي بتعرف شي عنهم. فكرة منيحة، يعني بكرة في مشوار تاني على طرابلس. قبل الضو سيدنا. عادل وين؟ كان عند نهلة راشد، مفروض يرجع. جد شي هون؟ لا، في شغلة وحدة صارت بعتبر انه إلها منفع لحديت هلا. شو هي؟ سيلولار فيصل. شو بو؟ لما نتقوص وتلاقيت الجتة كان السيلولار على الطاولة، فتشوا فيه وعملوا ليستا بالذاكرة تبع الجهاز وشو مسجل فيها أسامي وأرقام تليفونات. معي نسخة جبتها معي. يعني آخر 10 اتصالات تلقاها وتلفنها مسجلين كمان؟ كل شي مسجل سيدنا. تفضل سيدنا. أكثر من 45 رقم بين أشخاص وشركات. تفضل. دليلة وصلتي؟ لا، بعدني فوق. طمنيني، شو هاي؟ سيلولار فيصل ابو العيون بكل ما في من ذاكره. <تصفيق)>
انت مأكد انه هالمحامي رح يكون قد حاله وقد القضية؟ ولو يمنا شي مرة غشيتك؟ لا، بس من بعد وجدي خير حسيت حالي مثل ما بيقولوا مزلطة. بعكس بنتك هيديك بهيته كانت حسي هالشي. عم بمزح. لا لا، الاستاذ عاصم شاطر وقبضاي، بالنهاية وجدي خير كان فاتح 100 خط وما قدرنا نوصل معه لولا نهاية أي خط. حظنا عاطل يمنا. الخميس الجاي عايزك. بشو؟ عندك سفرة بلغاريا. وما نقيت إلا الخميس. ليش شو عندك الخميس؟ ما الجمعة موعد نبش الجتة. أي ساعة؟ شو أي ساعة رامز يعني؟ إنه بسافر الخميس على بلغاريا وبرجع الجمعة الساعة الفلانية قبل الموعد؟ شو مشوار ربع ساعة هو؟ يا عمي عم بسألك أي ساعة، بركي منسبق السفرة للأربعة بترجعي الخميس، شو سبينا الدين؟ الأربعة؟ في شي حجة كمان؟ لا. شي معين؟ أسامي شركات مثل هيدي، الأبنية الحديثة، اختصارة ام بي مودرن بيلدينغز. هون كاتب شي بالعربي بس بأحرف لاتينية، إنشاءات. في كتير أسماء شركات بناء. طبيعة شغله بالنقل. لحظة لحظة، هون في ليستة بأسامي أشخاص. محمد، عبد، سالم. عمل لي جردي بآخر 10 نمر، تلقاهن أو اتصل فيهن لنشوف إذا هاي النمر مسجلة بالذاكرة. أعطيني الورقة أنا بعملهم. كيف سميحة؟ منيحة. بكرة مطلعت على طرابلس لتشوف المشبوهين. بدك شي سيدنا؟ بدي النمر بسرعة. هلأ بعمل لك ياهون، برجع لك بعد ساعة. بشوفك عادل. هي ليت الليلة يعني، شو بكون فهمتوني غلط؟ شرح لي تقبرني، أنا بفهمك صح. ليلى أنا سهران عند هدى وحابب أعرفكم على بعضكم. حتى تبطل تنقع راسك كل ما رحنا وجينا سوا. حاضر زميل. نايف فوزي. نعم. بدي خبرك شيء له علاقة بنهل راشد. شو هو؟ ما بعرف، أنا ملاقيه شغلة غريبة بس ممكن توصلنا لشيء. شو هو؟ قالوا نعم. أنا عماد سليمان. لقينا الهاوس. طيب ممنونك كثير، ميرسي عزتك. لا أكيد، يعني إذا مش دغري غلاف بالأسبوع الفني منبلش بخبر داخلي صغير ومنه درجة درجة وصولا إلى الغلاف. الله معي. مين؟ الإنر هاوس. مش مطعم هيدا؟ بلا. وشو بدهم منك؟ ماشي، اتصلت فيه الموظفة المسؤولة عن الحجوزات لحتى تقلي عن شخص معين حاجز عندهم الليلة على العشاء. وليش بدها تقلك إلك أنت؟ لأني طلبت منها. سرية زبونات هيك تنفضح؟ يعني مقابيل صورة بداخل المجلة وصولا إلى غلاف معقول؟ ومين هالشخص؟ رامز أمين سلوم. هو؟ هو طلبت منهم يقولوا لي أمتى جاي عندهم على العشاء، طلع الليلة. ف حضري حالك. خايفة؟ شوي. بحميكي بعيوني. وبصير أنا وياه لوحدنا. ما تقدري هم، عيوني بيوصلوا. شكرا عماد. كول يا حبيبي. صار لك قديش بلا أكل؟ صرنا بعد الظهر وانت دخان دخان دخان. مش جعان. انا ما قلت لك مش مفروض تشوف عمك بهالوضع؟ ما صدقتني. بس كان لازم يشوف، لازم يعرف الحقيقة. فؤاد لازم يعيش حياته جديدة كاملة وإلا ما رح يتعود عليه. اعتذر. ايه يا ابني، اللي قلته نهلة مزبوط. ليك بيي، هلأ فهمت سبب خنوعك وكسرة راسك لهالمرة. مغروم فيها كنت وبعدك. حتى وقت اللي كان مجوز أمك كان بتفتيحي عيونه يشوف شادية، وبتسكرتهن كان يشوف نهلة. خلصنا بقى، اللي صار صار. مش طايق حدا أنا فيلي. لوين؟ عبيتي
اليوم قرفت حياتي، كل اللي مفكره جالس طلع قلوق، لاني قررت اطلع من وحدتي واحتك بالناس وبالدني، اطلعت على امر من وحدتي، فخليني ارجع لها. يا ابني القرف رح يضل مرافقك، تركيبة حياتنا مقرفة، نحن اللي منخليها حلوة او منبقيها مقرفة. من بكرة الصبح يا ابني تعا استلم السوبر ماركت وبعدين احكو، اشتغل التهي وبعدين احكم، بدك امك ما بدك امك، اختك خيك حبيبتك، بعدين بتقرر، انزال على المصلحة وبعدين قرر. بتعرف شغلة شوقي؟ شو؟ نهلة مرة شريرة. يلا زينة تأخرنا. يلا خلصت. يا عم نيالي بهالرفقة، بس بدك تتعودي عكس كل النسوان انك ما تتأخري انتو عم تعملي مكياج السهرة. ايدي ملبكين. يلا شنجلينا. والرقابة تحت. بتشنجليني من هون لباب الأسانسير. انت بتنزلي بالأسانسير وانا بنزل على الدرج ومنلتقي بالباركينج. يلا يلا ليلى دولي بدها تتعرف على رامز امين سلوم. انا كل شيء الاستاذ سامي كرم لازم يوافق عليه، مفهوم؟ واذا جت شيء بالمطبع بالليل تبعكيني. يلا ناطر حدا استاذ او ننزل شيء؟ يعني لو بتنزلوا هالاسعار شوي محل كله على حسابك. لا مش ناطر حدا، نزل. لا اوكي يلا. شفته بالستاند باي ليلة القبض على زينة تابت، ما تفسروا حسب اللي شفته. ماما حياة عملي معروف تحت الباب، انا عم بلمس. يلا يلا. مصور ماما حياة. اهلا حبيبي. مصور مدام. اهلا دليدا خطار. فكرت اختك فعلا بس من غير ام وبي. ماما حياة اللي خبرتك عنها. تفضل. مين ماما حياة؟ أكيد هدى. أنا دليدا. وهودي الوردات لإلك، ما حبيت أول مرة أجي إيدي فاضية. كلك ذوق. وعدتك عرفك على دليدا. هيدي هي دليدا. أهلا وسهلا. هيدي عنك لحطم المزهرية. بتحبوا نقعد هون أو بأوضتي؟ البيت كله إلكم. اشتاق للشباب والصبايا. قعدوا لجيب لكم شي طيب. من قلبها المدام عم تحكي عن الشي الطيب. لنقعد وناخد مطرح. شو ارتحتي؟ حاسه شو عم بيصير ورا ظهري. قعدي لفهمي بكلمتين. بحبه لعادل؟ ايه بحبه، بس كزميل لإلي. واذا بدك تغاري عليه مني رح حبه عن جد، مع انه ما بيستاهل. ولو قدامي عم تقولي انه ما بيستاهل؟ خليني كفي الجمله. ما بيستاهل الا حبك انت. عال ما دام الاتفاق تم خلونا نبلش الشغل. اهلا اهلا استاذ. اهلا فيك رامز. مثل العادي. قلت مفاجأة بشعة. البشع انك بعدك عايش. ورح ضل، لانه يلي بده يقتلني بعد امه عم تتوحم فيه، بس الا رح تروح. يا زلمه كل شي بكرك، كل شي بعتبرك مهضوم. الله يديمك خي عماد. شو هاد صار معك؟ بشو؟ بكل شي. رح اوصل عرومية. شو بك يا زلمه غفل؟ بس قول معك حق، رومية بتخوف. سأل مجرد.
ليش ما بنحكي؟ يا عندك يا عندي. أهلا وسهلا فيك، جرب. بعرفك كنت خويجة، هيدا الشي اللي مخليني خليك. الله يخليك. لا جد، قعدت ساكن بالسجن مع انه بيني وبينك حذروني ونبهوني، قالوا لي عماد بخبص. مشان هيك بعثت لي نجيب. أناك. يا زلمه انا معجب بنجيب، تعرف ليه؟ ليه؟ نمط جمله الذكية دغري بينعرف، يعني مجرد اي جملتين ينقالوا بتعرف اذا نجيب قالن او لا. حايزة مدام؟ لا بس جوعانة. بس هون عنا حايز. بس هيدي الطاولة فاضية. متى حاجين دموزيل؟ ساعة دموزيل ساعة مدام بيان. شو هالحلو حل ايامك، كلك ذوق خي رامز. ميرسي. تكرم، مش عنك. عن مين لكان؟ تعرفها؟ يا ريت، بحبها النمط. ايه بس هو ما بحبك ولا بحبني، هي على القليلة بدها واحد اصغر بعشرين سنة. غشيم. الواحد؟ لا انت. رح تخليني اقعد ايه ولا لا؟ بدي شوف صاحب المحل. شو في هالشريعة مع الحلوين يا متر؟ انت صاحب المحل؟ بشتري اذا بدك. بدي اتعشى بس. طولتي تحت تصرفيك. لا بدي هيديك الطاولة. بس ما بقدر بلا حجز. قلو لصاحب المطعم رامز امين سلوم حجز هيدي الطاولة. اوكي تعال. ميرسي مسيو. عفوا. شو يا جيغولو؟ قعدنيها. الشاطر اللي بيجيبها بالعادة على هاي الطاولة. بتشاريت؟ خليك قاعد. ما راح تطلع فيك ولا فيك. عظيم. هيئتها ناطرة حدا. هيك الهيئة. قامت. ايه شو بك يا زلمة؟ طلع في كأنك ما شايف حدا، ما شايف مرة بحياتك. مثل هيدي. مين حكمة خياط يعني؟ المدير المالي لشركة راشد للتجارة. كان محبوس لأنه حرق مخزن نهر راشد وبيكرهه. وش حادة، حسب معلوماتي بالشركة كان متأمل إنه يجوزوا بنته. شحادة يعني اللي كان عارف بسفر نهلا راشد. وعوق سعيد بالمخزن. من هون أنا اعتبرت إنه تزويج بنته من حكمة خياط شغلة إلها أهمية. كل شيء له أهمية. برافو هدى. هلأ القهوة ما بتشكي مشي. بس نحنا منصير نشكي إذا ما شربناها. عجبكم جاتو؟ سلم دياتك. ماما حياة، أنا بعرفك أنت حايصة وبدك تقولي شيء. معك حق. حايصة ودي لكم بعتذر، كنت عم بسمع كل اللي عم تحكوه، يمكن ما دخلني. بس حتى لو فتوا على الأوضة كنت رح أقصد أسمع، لأنه كل اللي عم بتفتشوا عليه باللي عم تحكوه هو شخص واحد، هدى وعادل بيعرفوه. بس حضرتك من غير شر ما بعرف إذا بتعرفه. رامز أمين سلوم هو المحور، هو عامل كل اللي عم بتفتشوا عليه واللي عم تجمعوا له تحقيقات وتحريات. هو المجرم، فعمله معروف. بقلكن حطوا له حد بقى. ما طول عمره هيك، من لما كان صغير كان يطلع مثل الشعرة من العجينة. فيا ريت يا ريت هالمرة بتقرصوا العجينة. قلت لي بقلبي مين رامز أمين سلمون؟ تخيل يا ماما حياة. شو؟ لازم نكفي على شحادة.
علاقته بحكمة خياط أكيد إلها علاقة. كيف؟ دليدا، فينا نعرف مين بيزور حكمة بالحبس؟ هيدي بسيطة. عال، أيدي هالبند على الأجندة، هيدا أولاً. ثانياً، نهلة راشد عملي ضرب برمزي ناصر. رمزي ناصر؟ قبل ما تسألي، هو كان من زمان مدير بنك فران. المفلوج؟ مفلوج؟ شو عرفك؟ تعرفيه؟ لا، بس بنت خالي بتشتغل ببنك فران وقالت لي انه المدير السابق انفلج. طواليت بالحمام. لك فك عنا للمرة، شو بك؟ خلينا بموضوعنا يا صديقي اللدود. موضوعنا باختصار، لو لسانك تدافع عني بحبسك كنت هلأ أنت بخبر كان. ها رجعت. إيه علينا، أنا رح أقوم فل وأنت قوم أقعد معه. ليك 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 كيف عم تاكل كأنه صار شي سنة مش أكلة. عفوا استاذ سلوم، إلك تليفون. إلي أنا؟ نعم استاذ. مين معه خبر إني هون؟ ألو؟ عم تتعشى يا واطي؟ مين معي؟ العشيك سم الهيري. شو عرفك أنت؟ شو بك؟ عم تتعشى يا واطي؟ العشيك سم الهيري. شو هات التليفون قلبك فوقين لتحتاني؟ شو بك؟ ماشي. شو عم بيصير؟ الهيئة ربحت أنا الشرط، رفعت لها كاسة ابتسمت. تربح الشرط إذا رحت حكيت معها؟ مع شو بتشاري؟ يا بتقتلني يا بقتلك. لازم فيل بس يربحوا الشرط. هيئتني انا رح اقتلك. ليش انت رح فيك تقنعها؟ راسها مثل الحجر. بونسوار. شو بالدور؟ ولو لولا مني ما كنتي عم تتعشي هلا. شو بدك مني؟ اتعرف. بعتذر. خليكي. إذا بدكم ضلكم رايحين جايين رح فل. لا خليكي. اتركني بحالي. هيئتك مهمومة. مش شغلك. شو اسمك؟ دولي. هيئتك ناطرة حدا. فيك تقلي شو بدك مني وتخلصني بقى؟ قلتلك اتعرف. تبقي اتصلي فيي. لولا هالتليفون وسمت البدن كنت فعلاً أنا الليلة مبسوط. أخذت الكارت. متر احسب هالطاولة وهيديك الطاولة عحسابي. لا يا أنا ربحت الشرط. مش المهم هي تاخذ الكارت، المهم تتصل. Thank you.
يفرز سجاد احمر لسكربينة مرة لحتى ما تدعس على البلاط. وين زينة مايا؟ لو بديك تعرف كنت قلت لك. هروب زينة من الحبس صار خطر علي وعليا. نساء في العاصفة 3 والأربعة 8:30. ظهوري والمخرج باسم نصر. نساء في العاصفة والحلقة 124. ما مصدق ارجع طبيعية. هاي أول خطوة مهمة عملناها. شو عملت بس وصل له التليفون؟ دور راسه. طيب يا عمي ما زال مراقب البيت، كيف عم ترجع لهون خصوصا زينة؟ زينة مش مشكلة، بتكون معي بالسيارة بتوطي، ما بعد مبين إلا أنا، منفوت على الباركينج ومنطلع سوا من الباركينج. ما بعرف. زينة لازم تنطلق من غير مطرح، تكون بغير مطرح. هون بعد في خطر. لا ما في خطر. طيب لكن انا لفل. شكرا ريتا. تصبحوا على خير. انت خير. ميرسي خير ريتا. العفو. المهم توصلوا لنتيجه. باي باي. انت وناطره رامز ليوصل وصل لوحده بالسياره؟ لا كان معه شوفير. وين كنت انت؟ ورا السياره. الشوفير اللي معه شفتيه؟ شفته. فيك توصفيه؟ شعره شايب شوي، رابطه لورا مش كتير طويل، ومبين من قعده ورا ديريكسيون وفي غرابه بوجهه. هيدا كيردون. مين؟ كيردون. اضعف نقطه عند رامز. كيف يعني اضعف نقطه؟ بعدين بقول لك. فوتي هلا نايمه وبكره نشوف شو بصير. كيف لقيتيها؟ مهضومه. انتهت الغيرة؟
إذا انتهت الغيرة يعني انتهينا نحن. خلص عادي الماما حياتهم. قربت، ناطر درجتي ونتجوز. شو خطوتنا التانية؟ أنا رح أهتم بقصة رمزي ناصر. وداليدا عم تراقبنا زوار حكمة خياط. وأنت؟ بدل مين بهالليل؟ الله يستر. باب آخر الليل بخوف. أستاذ فؤاد. فؤاد؟ مساء الخير جميعا. أهلا وسهلا. كيف هالوالدة؟ تسألي الملازم عادل، هو آخر واحد شافها. بهيدي غلطان، أنت آخر واحد شافها. خير فؤاد؟ هدى بعتذر جاي بآخر الليل، بس ما لقيت غيرك أنت تساعديني بالموضوع. أي موضوع؟ طيب أنا بستأذن. لا 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 لا، ما في ضرورة، ما في أسرار، بالعكس. موضوعي بيتعلق بزينة وحب الزينة. شو بحب الزينة؟ عرفت عنا شيء؟ ماما حياة، فؤاد بيشرب قهوة. لا 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 لا، ما بدي شيء. وصلني هيدا. شو هي الورقة؟ إلى علاقة بزينة؟ اللي شفته بستاند باي ليلة القبض على زينة تابت، ما تفسروا حسب اللي شفته. شو يعني؟ يعني إنه زينة بريئة، يعني إنه زينة انعمل عليها ملعوب. هدى لازم شوفها. بعدين بنحكي بالموضوع. شو بعدين نحكي بالموضوع؟ أي موضوع بدنا نحكي؟ عم لك بدي شوفها، لازم أحكيها. مش أنت المحامية تبعيتها؟ فؤاد مرق علي بكره وانا بأمن لك تشوفها. ميرسي عادل. هدى انت لازم تكوني معي. عادل. نعم. انا ما بقى فيي اتحمل. ولا انا. شو في؟ زين. عندي ورقة داليدا. داليدا طلعت على طرابلس من الست الصبح مع سميحة. اي شيء جديد بالنسبة لموضوعنا؟ بتخيل اذا حط بمطرح. لا يا عادل لا، اوعى. ما تخاف، تصحيطها بارض حليفي. حليفي مش حليفي، مش شغلتنا نصحط. ايوه. شو شوف؟ ار اس. شو يعني اسم شركه؟ شركه مين؟ يكون هو اللي قالها. لكن لشو هالمراقبة كلها على بيته؟ مش يمكن تكون زينة عنده؟ مراقبتنا فالصو. طالما في باركينج وراني، يعني حتى لو كانت عنده ما رح نعرف، ما رح نوصل لنتيجة. سليم أنا بدني مسموم من مبارح. يا معلم يا معلم، روق روق. وراق كتير عم بخسرها. ما بقيلي غير ورقة الدي ان اي تبع يومنا حجار. ويا ويلة وسويت ليلى اذا ما طلعت جيلدا بنت راشد. راشد حطيت حالي بخطر طويل عريض كرمالها. ساعة مع السيف، ساعة مع وجدي خير. الله يرحمه. انا من الاساس ما عندي شي ضده لوجدي خير، لو لعماد سليمان اللي انقلب ضدي. أنا من امبارح مسموم بدني سليم. فضفض فضفض معلم، فضفض فضفض بترتاح. كمعلم حضرتك غلطان. بشو؟ لاحق ما توخزني، يعني ما توخزني. لاحق يمنى حجار وبنتها. المغروم بمرة ما بيعملها اللي حضرتك قدمته وعملته ليمنى حجار، وكله كله كرمال إنها بتوصل لك بضاعة بس. شو هيني سليم تلاقي حدا أمين يوصل لك بضاعة؟ أنا ما قلت هيك معلم، ما قلت هيك. بس كمان مش هيني إنه رامز أمين سلوم يفرز سجاد أحمر لسكربينة مرة لحتى ما تدعس على البلاط. بس ما بدنا النتيجة يندعس علينا. فكر بكارلا معلم، فكر بكارلا. كارلا بنت عصفور طيار أكتر. لا قدامها ولا وراها. بيا مرمي مفلوش، إما منهارة عصبيا، جدة يوم هون يوم بهونولولو. بعكس يومنا اللي ساعة جيلدا ساعة ستاند باي حصير باي باي. واللي زكى واللي وطى أكتر عامر بيك. عامر بيك عامل قديس وخايف عليها قليلها.
أنا مطرحك بخلص منه بالأول. شو بيك عمل بومي؟ بومي بعمل بومي أحسن ما أكون حمامي يصطادوني معلم. رد. ألو؟ أيوة هون شركة RIS. مين بيريدو؟ الضابطة العدلية معلم. شو بدون؟ مين من الضابطة العدلية؟ ألو؟ عفوا مين بيريدوا بالضبط؟ ايه النقيب فوزي عبد الأحد. خير إن شاء الله. عويفي كابتن. يسعد صباحك أستاذ راميس. صباحك أسعد كابتن. أمور فينا نشرب قهوة؟ قهوة؟ منشين شو؟ ندردش شوي. أمتين؟ خير البر عاجله. رح قلن يحطوا الركوة على النار. كرت وينو هالمضروب؟ مثل عادته بيكون وصل على الدكان يجيب علبة دخان. قلو للمضروب خلي ما يتحرك من هون قبل ما أنا أرجع يخفف شوي الدخان. حاضر بس إن شاء الله ما يطلع لنا حيط جديد هلأ. يقطع هالحلم اللي حلمته امبارح. مش مستنطفه. طيب انا صار لازم فيلم. بعدني مش مقتنع بمشوارك. يمكن كون غلطان بس هيدا تفصيل ما لازم ينترك. ان شاء الله نوصل. عن اذنك. مرحبا استاذ عادل فرحات معك. كوردون ما بتتحرك من هون ليرجع المعلم. حاضر. انا فيلي. حاضر. ما تتحرك ما تعمل ما تساوي العمى ولو شو سكنة هي قاطع لنا رزقنا ما عاد فينا نستفيد بقرش براني. قلت شي كوردون؟ قلت حاضر. مين فيصل أبو العيون؟ ما بتعرفه؟ يعني إذا بتزد لي شوي المعلومات معقول فقله. غريب فيصل أبو العيون ما بتعرفه رقم شركتك على سيليليرو. بلسانك عم بتقول رقم شركتي. هلأ إذا بدي أتذكر كل واحد معه رقم شركتي يعني لازم أتذكر أو أعرف نص البلد هالقد؟ وأكتر حتى عبر الحدود. RAS شركة استيراد وتصدير واسعة الإفاق. إذا بتقلي شو بيشتغل معقول حدد ذكرتي أكتر. بقدر أقلك شو كان يشتغل. غير شغله؟ غير عمره؟ انقتل؟ لا الله يرحمه. فيصل أبو العيون كان شوفير سكس ويل. فيصل عرفته هلا؟ الشحني. فيصل الشحني هيك اسمه؟ هيك بعرف اسمه. ولك ايه هيدا كان ياخذ لنا ويجيب لنا بضاعة الشركة من طرابلس لبيروت وبالعكس. فيصل ميت؟ مين قتله؟ بوعدك أول ما نعرف رح بلغك. حادث كاميون؟ لا قتل فرد بكاتم صوت. لا 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 الإجرام عجبك؟ بالمرة. عفوا يعني ليش عم تسألني أنا عن فيصل؟ عم نسأل كل واحد رقمه مسجل بذاكرة التليفون السليلير. يا حرام يا فيصل. يلا كلنا لها. فيك تفيدنا بشي عنه؟
oser. Oser s'abandonner. Est-ce un mal de succomber? Ici, maintenant, j'ai fait un rêve. La vie n'est pas en noir et blanc. La vie est en or. J'adore. J'adore le nouveau parfum de Christian Dior. قررنا اليوم نسأل السيدات شو رأيهم بسمنة كوكو فيجيتال. كوكو فيجيتال خفيفة بالطبخ وما بتعمل كوليسترول. كوكو فيجيتال أحسن وأوفر سمنة معمولة من جوز الهند. من بعد الخبرة ما لقيت سمنة أحسن منها. ليش قولك نقيت كوكو فيجيتال؟ ولو لأنه هي الخبيرة بجوز الهند. ما بيمشي الحال إلا مع كوكو فيجيتال. 4 ملايين جايزة توزعت، 3 سيارات بورشن ربحت. إذا بعد عندك نقاط بعد فيك تربح. هلأ بدل كل 12 نقطة بيبسي بقنينة لتر مرتجع. أواني أرمتال الجديدة من تيفال راح تضيّنني أكتر من قبل، لأنه معدن الصلب بيتحمل أكتر عند الاستعمال. هيك تماماً مثل ما شايفين. هيدي هي أواني. بشوفك بنبقى نحكي. ألو كيرنون بعدك معي؟ بونجور يا بونجور. الورد والفل والياسمين يا أشطب عسل. بك شي مسيو؟ مسيو حلوة منك مسيو. مسيو لحظة. مسيو رامز أمين سلوم موجود؟ لا. يا الله وينه؟ مش هون. لسنين؟ لكل شيء مري. قال لي لاجي لعنده، شفته امبارح بالانر هاوس ودبر لي الطاوله وكان تري جنتي معي، واعطاني كارتو قال لي مرق علي، مرقت علي ما لقيته. مرق علي انا بتلاقيني. انت تري تري اوريجينال. مش طايقه حالي معي. ما تقولي هيك. حاسه حالي مدمره، فؤاد دمرني. اللي صار معه شلع شقفي من قلبي عصرها ونصفها. بس حياتي بس تيتا بس. انا حاسه معك بس حاسه كمان انه هالليل له اخر. طبري قلبي يا نهلا جايه بالقلب فيك تيتا بحبك. جايه ترتاحي وتفرحي مش لتبكي. بس تذكرت لما نسيبي عطيتني فؤاد. لك يقصف عمر المذكورة. ولو عمتي ليش عم تقولي هيك؟ لأني أنا السبب، لو ماي ما كان صار كل اللي صار. لا يا نسيبي، أنت عملتي معي خدمة عمر. أنا مش ندمانة على ولا لحظة قضيتها مع فؤاد. وزعلانة إنه الأمور وصلت لهون. مع حق أمك تيتا، يلا أنا جاي أفرح، أفرح فيكي يا حياتي. هيدي البنت حصتي اصطفلة. شو يعني اصطفلة؟ يعني مش فالي من هون الا اجري على اجركن. لوين؟ لعندي على البيت. اذا مش كرمالك وكرمال جوزك فكرمال نحلة. هونيك بيتها، هونيك ستة، وانا بديها حدي. انت بتعرفي موقف سامي؟ ما بدي موقف سامي، بدي موقف قلبي، وقلبي مشتاق، بده نهلة. البيت فاضي، جنى عم تتركني وتروح على شغلها ومسرحها، وبكره رح تتجوز وتفل. أنا بدي نهلة نسيبة، البيت فاضي، بدي إياها تعبيه وتدفيه. بس أنت عارفة إنه سامي راح رجع وبرجعت فؤاد على البيت. يعكس الآية، بركي إذا هو رجع فؤاد بيرجع. يا تقبريني أنت وحياتك اليوم، لا مش اليوم هلا، كلنا سوا رح نروح معك. ودي ضلني أروسك تضلي تبكي، لأنه دنيا نشفوا، بدهم يسمعوا صوت. فؤاد؟ أهلا وسهلا فؤاد، تفضل. كيفك نسيبي؟ بخير. اشتقت لك فؤاد. نحن بنخيك. ايه 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 ما تخاف، طالما بتحبها ما تخاف، ما بتوقع. اسند لها راسها بإيدك وضمها لصدرك. زيارتك عزيزة فؤاد. ما بدي اشوكها بدقني. الله يعيشها. بوجودك عمتي
اعملي معروف لانه صار وقت نومه. هدي نسيب هدي. بعتذر جيت ايدي فاضيه. جودك كافي. للبنت. انت اغلى هديه. مرسي مون. تفضل فؤاد، البيت بيتك. ما في ولا كلمة إلي. كيفك؟ كيفك أنت؟ أنا عظيم؟ بتضل. بقدر أسأل كيف مدبر حالك؟ مصاري يعني؟ عم بشتغل. وين؟ عند حليم فواز. جدك؟ إذا بديك. زلمة طيب. شو عم تشتغل؟ هو بيقول مسلمني السوبر ماركت. وانت شو بتقول؟ انا بسأل سؤال. لما قلتي لي انه زينة هربت من الحبس ما رجعت، راحت من بعد ما زارتك بالمستشفى. كيف عرفت؟ صدفة. مش خبر بينزاع. لالي انا مبلا. الا اذا بليها. ليش بليها؟ قول. لا 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 لا، مش جاي شارع. وين زينة مايا؟ ما بعرف. مايا جيت لعندك لأنه مستحيل زينة تروح لمطرح وما تقلك هي وين. ما إذا لسامي خيا ما قالت. خيا شي وأنت شي. أنت رفيقة عمرة، أهم بتخيل من خي تعرفت عليه جديد. مايا اعملي معروف، لازم أعرف زينة وين. أنا عم بحكيك اطلعي فيي لإلي، ما تنطري تعليمات من حماتك. مش تعليمات ابني. مزبوط مايا ما بتعرف زينة وين. أنت بتعرفي؟ أكيد أنا أمها. إيه وين هي؟ ليش؟ لازم أعرف. لو بدي إياك تعرف كنت قلت لك. مش مقياس. بنتي وبعرفها. إيه علينا حاج، لحقتيني. بنتي بنتي بنتي، ما حلك تعرفيها. مين بلحق لكين؟ ابني ابني؟ ابني اللي كنت فكرة حالي بعرفه، طلعت جهلة أكتر؟ ما بدي أرجع لهالموضوع. فقعد دخيلك ماما، ما بقى فيي أحمل. وأنا مفكر قمت حمل عنك. كسرت لي كتافي. نسيني، على القليلة هلا. ما حدا بينسى حاله فؤاد. أنت هي وهي أنت. رجعنا صدرة. صدرة مفتوح. رجعلنا كلنا. زينة وين؟ جد شي جديد بموضوعها؟ لصلاحها؟ صحيح؟ شو هو؟ بدي نجيب مثل الطير. علم فيه. مش وقتك هلا في نجيب. صرنا ناطرة مدي معلم، وصار في زبونات طالعين فايتين، فأخذت المبادرة وفتحت لها مكتبك. فيك تفتح لها قلبي. ما بحب أنطر. ولا أنا. قلت لي إجي لعندك، جيت. أنا سعيد. عبينا رامز. رامز سعيد بحضورك. وأنا كمان. ما قلتي لي مين كنتي ناطرة امبارح بالمطعم؟ ما حدا. ما بدنا نبلش من أول الطريق بالكذب. أرجوك في حدود. مش يعني إذا دبرت لي طاولة بالإنر هاوس لأتعشى وأعطيتني كارتك لأجي لعندك يعني خلص. خلص شو؟ نصير خوش بوش. وأيمتى منصير خوش بوش؟ كير داكن ألطف. احترمني وشربني بارد وسخن. شو بدك؟ اشتغل. مين كيردو؟ ما قالت لك مين؟ هيتا. الو. كيف كان العشاء امبارح؟ انطور بعد ما شفت شي. الو
الو في شي؟ عوافي قلب كيوردان ليش انت عندك قلب معلم جوا ناطرك مين هالعروسة البحر هاي قبل عروسة بحر وعروسة لبنة انت كذاب انا خراب بيتنا عن يدك فهمني شو فيه حب انا منك ترك اثر عند فيصل يدل علينا اثر شو يدل علينا يدل علينا السيلولير يا هبل سيلولير فيصل يا مسطول ذاكرة السيلولير يا حيوان اللي لما اخترعوا هالجهاز نيشنوا على رامز امين سلوم تيخربوا له بيته تاكله ما بقى بدي اشوفك محل لا قدام بيت عماد سليمان ولا هون اختفي من وجهي روق روق يا معلم روق ولو منعنا شركي ومعزتنا عند الكل منتصل بفيصل وغير فيصل هلا ضروري اذا حكيناه نكون قتلناه عم تتصل فيي مين زينة بدك اخلص لك من اختها ولا واحد منهم عرفتهم سميحة التحقيقات شو دلت لحد هلا فايلاتوا الاربع ما خصهم بشي ليش اشتبهوا فيهم لكان راب للصورة اللي انعملت التقريبية بس كل واحد منهم قدر يبرهن وين كان وشو كان عم بيعمل بعده قتل فيصل مختفي لأنه مش من طرابلس ولا من طرابلس شو يعني؟ يعني عندك مهمة تانية مهمة شو؟ انت وسميحة سوا؟ نعم سوا رحت بوجه ورجع بوجه ست نهلة طبعا ابني وعائلته صاروا معي ببيتهم الأستاذ سامي؟ ونهلة صغيرة تقبرني إن شاء الله مش لأنها بنت ابني بس بتجنن يعني مثل نهلة الكبيرة؟ نوال عم بتنمري علي؟ أكيد لا قصتنا بس انجريت بفرحك ووجهك المضوي بعدين حضرتك بتجنني لأنك عظيمة اجمعي للمدرة حسي نهار جديد لهي قامت صالحة كمان مع الأستاذ فؤاد يقبروني كلهم سوا اللي بعيد بده يقرب والقريب بده يلز ويلز يلا نوال اجمعي للمدرة ستنا قبل المدرة شوفي الملازم عادل فرحات بده يشوفك وينه؟ بالكافيتيريا قاعد مع شحادة ايه علينا مش رح يفك عن شحادة بقى قالوا لي وصلت ستنا عادل عم بتزيد على شحادة وحياتك بالصدفة بالصدفة أنا جاي من شان غير شي شو؟ شكرا نوال تفضل ارتاح واه أعصابي تلفت كل شيء قصتنا بسيطة كل شيء ما قد ببسطتها قدامي هدف واحد بحياتي اوعى من هالكبوس وارجع طبيعية لا حبس ناطرني ولا مذكرات توقف لحقتني بدي اوعى من هالكبوس لارجع نام بأحلى حلم انت لو ما كانت أمانة عندي كنت فليت من البيت أنا مبسوط إن أماني عندك زينة اللي عم تعمليه خطير حياتك بتدق غريب أنت كيف مخليها عم نتسلى تتسلوا لك حتى نهلة كيف راضية هدى كيف راضية هدى معاه خبر إني كون مبدئيا لا وعمليا زينة ما في غير أمك أنت بس من جهتك تعرف إني كون ومن جهتك اللي عم بيساعدونا ريتا مثلا وانت واثق من الكل فؤاد خلينا نكون واضحين
ما في غير جملة واحدة بس منقدر نقولها. أنا بقدر أقولها. ما تعت الهم. ري هيدي. شو هيدي؟ ري يا زينب. أنا قريتها. من وين جايب هالخبرية؟ من لسان ابنك مدام. هون لوحدنا أنا وياه. لشو عم تسألني؟ مجبور أسألك. عم فتش على دافع لمحاولة قتلك. ما عم لاقي. كل قوي ومشهور وغني عنده اعداء، بس مش بالضروره يجربوا يقتلوه او يخططوا لهالموضوع. فما كان عندي هيكل الدافع، وكنت محتار لحتى سمعت خبريه رمزي ناصر. عمو المعروف، هيدي اشياء شخصيه. مجبور ادرجها بالاشياء العامه. مدام راشد، انا عم بحقق بجريمه قتل عن سابق ترصد واصرار وتصميم. ما زبطت لأنه رحمة الله كبيرة، بس لازم أعرف تفاصيل حادث رمزي ناصر. ما في حادث، ما في تفاصيل. مدام راشد بترجاكي. ما عندي شي أقوله. في شي بعد؟ رح أضطر أستدعيكي لاستجواب قدام المحقق. بعتذر مدام، اللي عم بعمله لصالحك وصالح القضية. يا بتساعديني برضاكي يا مضطر. بالإذن. عادل؟ نموزيل جنى. أعمل معروف، الموضوع بيني وبينك. شو في؟ شو في ماما؟ ماشي. بدك شي؟ مرق على سبب معين؟ طبعا مرق على سبب معين. شوفي تفضلي. شو هيدا؟ ريا، ومكتوبة كتلة خربوش بايد الشمال. يمكن تهديد جديد. يمكن افتكرنا انه اللي كان مغطى وجهه بالكلسات هيديك الليله كان مسحه. طلع لا ماما، هروب زينه من الحبس صار خطر علي وعليها. لا تقبريني، لا مش مسترجاية. من وقت ما لقيت هالورقة مشكوكة تحت مساحات السيارة اتحرك لحالي. ماما ماما بليز، لازم نبلغ البوليس. عرفي براءتي. بدي افهم بس، انت شو اللي وديك على ستاند باي هيديك الليلة؟ كرمالك رحت. كرمالي انا؟ طبعا، شو بدي روح اعمل لحالي؟ اتصلت بجيلدا حتى قلها توقف تحكي معك. فجأة رحتي او اتصلت فيكي؟ اتصلت. هيدي هي، دبروا لها المقلب؟ طبعا، هيك فخ سهل يتدبر. الشبيبه جاهزه والمخدرات تنحط بالجزدان. انت تركتي جزدانك انت وهونيك؟ لما نقمنا لنرقص مع الشباب ألحت جيلدا ترقص. خطه مرسومه. نعم، رسمتها جيلدا وامها ليخلصوا من زينه، ونفذها رامز امين سلوم ورجاله. وحدا شاف ووعي ضميره وقرر يبعث لك الورقه. بس ليش لإلي؟ ليه مش للبوليس؟ لأنه خايف من البوليس. بدو نحن نفضح، أنت تفضح مش هو. مين معقول يكون؟ عامر. مين عامر؟ جدو، أنا مش قادرة أحمل هالوضع. الماما ما بدها تشوفه، وأنت مسافر، وأنا مزغوبة بالمستشفى حده. مش حالي هيدي. جدو أنا تعبت. تعبت. يلا عن الساعة اللي عرفنا فيها هالمرة. جدو اجينا ضيوف، باي هلا، بس ما تتعوق بالرجعة. نعم. حضرتك دموزيل كارلا؟ نعم. وحضرتك مين؟ ملازم عادل فرحات من المباحث المركزية. شو في؟ كل خير استاذ. الحمد لله على السلامة أولا. وثانيا عندي كم سؤال. شو؟ أنا أنت ارتاح دادي، بكفي وضعك، ما في لزوم حدا يزعجك بأسئلة. مزبوط،
مع حق بنتك استاذ ناصر. سألني انا وضعه صحي؟ اسبابه ناويين تعالجوه على حسابكم؟ حابين نعرف ليش صار في هيك. من الله. بس طلعت الدموازيل بتقول غير هيك. ما انا قلت لك عن الطلبية وقتها، شو بيك عم بتضيع لي وقتي وما عم تفهم علي؟ قلتها من اي متى هالحركات؟ العفو معلم، بس في أكد سميحة؟ طبعا أكد. تفضلي سيدنا. شكرا، زميلتي رح تنطر عندك. أهلا وسهلا، تفضلي سيدنا. أكيد حضرتك سيدنا مثله. أهلا وسهلا بالملازمين كلهم، عراسنا والله، عراسنا من فوق. تفضلي سيدنا. مع انه معودين على سيدنا لرجال، بس العلم تطور. ما رح اخذ من وقتك كثير استاذ رامز. وقتي كله للدولة. بك شي؟ غريب، وجهك مش غريب. في شي؟ بشو؟ أول مرة بتيجي الشرطة لعنا. ما بعرف. ليه برمتي وجهك لهوني؟ ما في شي. غريب، وجهك ما غريب. عوافي كاردون. المعلم هون؟ بعتذر على إزعاجك. قلتلك كل وقتي للدولة. وأنا قلت إنه الشكوى كان مبالغ فيها شوي. مش مظبوطة من الأساس. واجبنا نسأل. بخاطرك. الله معك. مين اللي فاتت لعندك؟ لا، اللي كانت قاعدة هون. أنجع حكيت. معلم، مين هول؟ ولا سؤال كيردان؟ ولا كلمة، حتى لما قلت لها إنه وجهها مش غريب، برمته وما ردت. شو يعني وجهها مش غريب؟ وين شايفها؟ ما بعرف، ضباب. كيردان بيضل بلندن. معلم بدي أحكي كلمة. فوت. ليك كيردان، اوعك تكون كلمة من هون وكلمة من هونيك. ها؟ ابدا، ولا كلمة معلم، ولا همسة. راسك مش معك. بوليس هول سليم. شو بده؟ هدى جابر مقدمي شكوى اني انا خاطف زينة تابت وعم بحقه معي. يعني عرفوا انها هربت؟ معقول ما يعرفوا؟ بس مشخشب. من شو؟ ليش هدى جابر تقدم هيك شكوى وهي مأكدة انه زينة تابت مش عندي صاحبتها؟ يعني اكيد هيك معها قيلت لانها هربيني. وين هربيني؟ ليش هودا بدها تتشك علي؟ انت شو قلت لها؟ نكرت اي علاقة بالموضوع حتى بزينة. شو عم بيصير؟ ليش اجوا لعندي؟ شو هالسؤال السخيف اذا انا خاطف زينة؟ القصة اكبر من هيك.